كما ذكرت أنا لا أعرف الكثير عن عالم كرة القدم، ولكن دفعني الفضول إلى رؤية بعض الأهداف على الأقل، فرأيتها ورأيت بعض مقابلات اللاعبين المغاربة. أما حارسهم هذا الدرع، حارسهم الموفق، فقد أدركت بأنه إنسان عاقل، وهو على ثغر يتكلم بصمته ويقول بفعله ويفتخر بهويته. هذا اللاعب الذي يعتز بلغته يرفض الإجابة على الصحفيين بغير اللغة العربية، فإن سئل بلغة أخرى سكت. اللاعبون المغاربة يا إخوة علمونا رؤية جمال الدين وروعة الأخلاق التي هي محل امتداح ورعاية. وإذا كان هذا شأن عوام أهل المغرب ولاعبيها، فكيف بشأن علمائها ودعاتها وأوليائها؟ يا سبحان الله. ويلوموني في حب المغاربة. وفي الختام أشكر كذلك كل الدعاء الذين توجهوا إلى مباريات كأس العالم للدعوة إلى الله. فالمسلم المهموم بنشر الدين والمهموم بحال الأمة هو ينتهز كل ثغرة ويوظف كل فرصة وتشبث في كل قشة تسمح له أن يشرح الإسلام ويدعو لله. وكأس العالم هذا هو بلا شك أكبر من فرصة وأكبر من قشة وأكبر من ثغرة. وختاما أقول رونالدو وينه؟ كسرنا عينه. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة الحقيقة القائمين على إدارة المونديال من بدايته ومن سنوات، وهم بفضل الله يعملون بجد واجتهاد، لا ينامون الليل ويسهرون دائما على حسن الاستضافة. ونحن قد تكلمنا ووجدت نفس الفكر موجود عندهم طبعا بلا شك، لأنهم من أهل الإخلاص. وكنت أتحدث عن أن فرصة طيبة أن تأتينا الملايين إلى أرضنا فنريهم وجه الإسلام الحقيقي. لا نصنع شيئا بالزيادة، ولكن طبيعة الخلق العربي المسلم تجذب الناس إلينا. وكنا نتحدث عن كيفية يعني تحمل بعض التجاوزات التي تتم من الآتي أو من الغريب الذي لا يفقه ثقافتنا، والتعامل معها بشيء من المرونة. وحقيقة هذا ما قد كان يعني منهم، ربنا يبارك فيهم، لم يقصر فيهم أحد، الحمد لله رب العالمين. وعندما كنت أتناقش أو أسمع وأسمع ما وجدت إلا كأننا فريق واحد الحمد لله. إذا كان يعني كما خبرت من عمار أن الفريق المغربي حقق يعني انتصارات متوالية، أقول لو أن فريقا صناعيا أو زراعيا أو تكنولوجيا في أي بلد عربي مسلم يجد إدارة حازمة وإدارة فاهمة، ويجد هذا الإخلاص، ويجد هذا التوجه، ويجد هذا الانتماء، كنا نفس القضية ما صنعه المنتخب المغربي يستطيع أن يفعله المنتخب الزراعي والمنتخب الصناعي والمنتخب القيمي والمنتخب التعليمي في الجامعات. إذا وجدنا الإدارة الناجحة، الإخلاص، الانتماء لهذا الدين ولتلك الأوطان، هذا ما رأيته أو أعلق عليه في فعاليات كأس العالم. ثم الأمن والأمان والسلم والسلامة الذي حظي بها الجميع بفضل الله سبحانه وتعالى. لم أرى في هذه العشرية وهذا العقد مجموعة من الناس اجتمعت عليها محبة المسلمين في الأرض كلها، المسلمين كلهم في الأرض كلها، كمحبتهم لهذا الفريق الوطني الذي شارك في مونديال قطر. فأصبح الجميع يدعو له، ورأيت الإندونيسيين يدعون له، ورأيت من يقرأ القرآن ويدعو لهم، ورأيت النساء يدعون لهم، ورأيت حتى العجائز، ورأيت حتى العلماء. سمعت من العلماء في المغرب من قال وهو يفتتح أشغال عمل في مجال الدعوة والدين، قالوا اللهم
أنزل علينا المطر وانصر أبناءنا في قطر. من العلماء، بل سمعت من علماء ليس فقط في المغرب، في بعض الدول، بل رأيت أعلام المغرب ترتفع عند حائط المبكى وفي غزة، ورأيت المرابطين هناك في غزة يتفانون في حب هذا الفريق. والله الذي شاهدته هو أمر عجب. ما ظننت أني أعيش حتى أرى أن العالم الإسلامي في رجاله ونسائه، علمائه وعوامه، في كلهم إلا وجميعا يلهجون بألسنتهم للدعاء للفريق، معربين عما بداخلهم من حب لهذا الفريق. أليس هذا عنوان لحب الله لهم؟ وإلا كيف يمكن للإنسان بعيدا مسلم في أمريكا، في أستراليا، إلا ويتابعهم ويدعو لهم؟ هذه إن شاء الله مظاهر محبة الله. والله تبارك وتعالى سبحانه عز وجل إذا أحبهم وحببهم إلى خلقه فلأنهم مستقيمين على الطريق. دعوني أقول لكم بعض هذه مظاهر الاستقامة التي ظهرت لأول مرة في هذا الفريق العربي المسلم، الفريق الوطني. أولا، ذلك الانسجام العجيب بين اللاعبين. نكره الذات، أمر عجيب. انضباطهم العجيب. ثالثا، قائد يتكلم بلغة جديدة ما سمعتها مجلة الرياضة، يتكلم عن النية وعن البركة وعن رضاك الوالدين. الله أكبر، النية والبركة ورضاة الوالدين، حتى أصبحت هذه الكلمات مفاتيح لنجاح الإنسان في الدنيا حتى في مجال الكرة. الله أكبر، لا إله إلا الله. فين القيمة الأخلاقية الأولى التي أعطاها فريق المغرب للعالم بأسره؟ بر الوالدين. بر الوالدين، يعني إذا تنقلت الأخبار وشاهدت الصور وشاهدت وتتبعت أخبار هذا هذه المباريات، ستكتشف أن الفريق الشباب المغاربة يحرصون على وجود آبائهم وأمهاتهم، على وجود آبائهم وأمهاتهم معهم في المباريات، طلبا للمدد وطلبا للبركة وطلبا لنفحات الدعاء وطلبا للتدعيم النفسي. وما أجمل هذا المشهد الذي ما إن فرغت المباراة إلا وجرى كل واحد منهم. والله أنا لم أشاهد المباراة، لكن هكذا رأيت في النشرات الأخبار ورأيت في تعليقات السوشيال ميديا، انبرى كل لاعب منهم يجري على أمه، وهذا يجري على والده، وهذا يقبل رجل قدم والده ورأس والده، وهذا يقبل رأس أمه. هذه أخلاقيات كنا ننتظرها يبثها العلماء في نفوس الناس والتربويون في نفوس الناس. فإذا بشباب انتزعوا راية الدعوة وراية نشر الخلق ولو عن طريق كرة القدم، حي الله جهودهم، بارك الله في لاعبهم هذا. أصبح لاعبهم هذا رسالة وليس لعبا، أصبح رسالة تحترم، رسالة تنحني لها الوجوه باحترام وإجلال وإكبار، لأن هؤلاء ضربوا الأمثلة في بر الأمهات. والحقيقة الدلالة التي يجب أن تستنبطها، البسالة التي رأيتها في الملعب سببها أن هناك شيء غال يحاول ذلك الشاب أن يجبر خاطره. لما يبقى لك شيء غالي أنت عاوز تجبر خاطره، فيجيب أمه ويجيب أبوه، ويبقى عارف انه مش عاوز ابوه او امه يخرج من استاد كرة القدم مكسور الخاطر او مهموم او حزين. قتلوا انفسهم في الملاعب، يعني اكلوا النجيل او الاعشاب، اكلوا الارض اكلا ونهبوا الارض نهبا من اجل بذل المجهود والتضحية، من اجل اسعاد امهاتهم وابائهم. الحقيقة دروس كثيرة تحتاج الى اعادة نظر مرة اخرى في طريقة إسعاد الآخرين والطاقة الإيجابية ووجود ما هو يسمى الغالي والنفيس، وكيف تستغل الرياضة في إزكاء الأخلاق وفي إعلاء الروح الطيبة بين الجماهير. كيف استطاعت الرياضة جمع الأمة العربية
وفي هذه الفرحة وهذه السعادة لا فارق، لا يوجد عربي إلا وهو سعيد وفرح ويعني يكاد عقله يطيش من الفرح من شدة سعادته بأن أشقائنا المغاربة المحترمين جزاهم الله كل الخير، ولا يهمون ما يأتي بعد ذلك.